قلنا عليك ايه الارهاق، الارهاق بسبب سفرية المنتخب والثلاث مباريات اللي لعبتهم، ولا خير في ايه؟ لا انا قصدي مفيش، انا عندي بس مشكله بسيطه في ودني كده، هي قديمه شويه، لكن يعني كل فتره بيجي لي الم فيها وبيحصل فيها التهابات، فبحس ان انا داير شويه. ف اللي هي الحاجة زي اللي في الأذن الوسطى اللي بيقولوا عليها كده؟ لا يعني انا يمكن من فتره كده كنت في، يعني كان حصل لي مشكله في ودني وجالي التهابات، وكنت خسرت يمكن من السمع في الودن اليمين حوالي 40%. ساتر يا رب. كنت قعدت فضلت اخد ادويه، فالطيران لو في طيران او في دور برد او في هواء جه في ودني جيلك ألم فظيع. بس فيمكن ممكن من الطيران بس الفتره الاخرانيه دي، ويمكن تدريب، ويمكن خدت دور برد بسيط، فده اللي خلاني النهارده ما كنتش قادر اروح التمرين. الأمور أفضل دلوقتي، أحسن الحمد لله؟ الحمد لله. لا تمام الحمد لله. يعني إن شاء الله موجود في التمرين بكرة. موجود ان شاء الله. موجود ان شاء الله في النادي. مباراه الملعب المالي كابتن عماد هي نمره واحد، مباراه صعبه جدا. نمره اتنين فريق يعني خرج قبل كده فرقتين مصريين في 2009، خرج الحرس وخرج ام بي، فريق واخد دوري الكونفدراليه قبل كده، يعني سبحان الله يعني جايه فرقه تقيله بدري. اكيد طبعا اكيد مباراه صعبه، والظروف كمان جايه في ظروف اصعب، فاتمنى ان شاء الله ان احنا يعني انا شايف اللعيبه مركزه واللعيبه يعني حاطه في دماغها ان شاء الله ان احنا نخلص المباراه دي من هناك ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يعني نحقق نتيجه ايجابيه عشان نكون مرتاحين، وربنا يسهل ان شاء الله الناس واللعيبه تكون في حالتها ان شاء الله في المباراه دي، ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه. طعمت ولا لسه؟ لا هو اللعيبه كانت طعمت اوريدي قبل الماتش اللي فات، قبل السفريه اللي فاتت، لكن انا ما كنتش طعمت، فهطعم ان شاء الله. اتهريتوا تطعيمات يا عمد؟ اتهريتوا. هنعمل ايه؟ ما قدمناش حاجه غير كده، يعني السفر في افريقيا طبعا لان هناك بيبقى في يعني في مشاكل شويه. في مشاكل شويه، فعشان يعني يبقى في وقايه من المشاكل دي، فالطعم يعني ان شاء الله باذن الله. سفريه المنتخب عماد متعب بعد فتره غياب عن المنتخب رجع المنتخب وشارك، سجلت هدف من ركله جزاء، ولكن عملت هدف ايضا في مباراه كانت مع موريتانيا، وكان ليك دور، يعني اقصد اقول إن عوده عماد متعب للمنتخب اعتقد فرقه معاك كتير على الاقل نفسيا. اكيد طبعا، يعني اكيد ان انا لما موجود في الفتره دي، وبالذات ان انا كنت محتاج من الاصابه وبقالي فتره كبيره ما بلعبش، واكون موجود في المنتخب وبشارك في مباريات، لان انا محتاج الفتره اللي جايه دي مباريات كتير ان شاء الله عشان اقدر ارجع لمستواي وفورمتي، فاكيد طبعا استفدت منها، ويمكن يمكن انا استفدت بدنيا اكتر من يعني من فنيا اكتر من اي حاجه، اكتر من اي حاجه ثانيه يعني. هو الكل بيشكر يا عماد في المدرب الاحمال بتاع المنتخب، بيقولوا عليه رائع، يعني بيقولوا عليه حاجه كويسه قوي، اللي هو الراجل البولندي. دي حقيقة، دي حقيقة، يعني هو شاطر جدا، عنده تمارين جديدة بيخليك وانت بتتمرن معاه انت مش زهقان خالص، يعني انت لما حتى تمارين يعني تمارين التسخين عامة بالنسبة لعيب الكورة أو التمرين اللي بيبقى فيه أحمال شوية، اللعيب بيبقى متضايق إن هو يعمله، لكن هو معاه صراحة بيعمله بشكل يخلي اللعيب بيحبه، فلا هو يعني أنا أكثر من لاعب في المنتخب قال لي الكلام ده، قال لي مدرب رائع وفعلا حاجة كويسة قوي، يعني مدرب أحمال كويس قوي. صح، دي حقيقة، يعني دي حقيقة بجد، يعني يعني انا بحيي الجهاز الفني المنتخب على اختياره، لان هو على كفاءه عاليه من يعني على قد ان هو سنه صغير، لكن تحس ان هو عنده خبره كبيره وعنده تنوع في التدريبات بتاعته، زي ما بقول لك يعني ان يوصل لعيب انه ما يتضايقش من التسخين او ما يتضايقش من التمرين يبقى جامد شويه، فده يبقى مدرب عبقري. مستر برادلي، اضافه لمنتخب مصر قويه كابتن عماد، حاسس ان مستر برادلي برغم كل الظروف اللي بيعانيها، راجل عايز يشتغل، راجل برغم اي شيء هو ما عندوش، مش عايز حته ان هو ييأس، هو شغال وشغال بشكل كويس، لكن هي الظروف مش مساعداه، انتوا كلاعيبه محسسكم بالامور دي، ولا انتوا عازلكم عن القصه دي هو تماما يعني؟ لا احنا عزلنا تماما، وانا بجد انا بحييه على اصراره ان هو يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها، في ظل ان مفيش كوره في مصر، في ظل ان مفيش معسكرات مترتبه، مفيش مباريات يعني انشات، مفيش مباريات كبيره في الفتره الاخرانيه، مفيش مفيش مفيش، لكن الراجل ما بيشتكيش خالص، الراجل مركز في شغله، الراجل مش حاطط اي مبررات لنفسه، لا هو مركز ان احنا ان شاء الله في الظروف دي احنا هنوصل، وكل تركيزنا ان احنا نوصل، وبيحاول بقدر الامكان يعمل اكبر توليفه بين اللعيبه في الفتره اللي فاتت دي، وان شاء الله يكون موفق في اختياره الاخير قبل مباراه تصفيات كاس العالم تصفيات افريقيا، وان شاء الله يعني اتمنى الدعم بكامل يا رب المنتخب ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان احنا اوريدي ما عندناش حاجه، يعني ما عندناش غير الثلاث فرق المصريه في الفتره الاخرانيه اللي بيشاركوا، ومنتخب مصر هيلعب اربع مرات شهر 6، فاتمنى ان يكون كل الدعم وكل المسانده ليهم في الفتره اللي جايه،
لان هم دول اللي هيرجعوا الصوره للكره المصريه في الفتره الجايه ان شاء الله. عماد انا بقول كلمه مش عارف انت هتتفق معايا ولا لا، انا بقول احنا مش عايزين افريقيا، يعني احنا مش عايزين كاس امم، احنا عايزين نروح كاس عالم. انت بتتفق معايا في دي ولا بتختلف معايا؟ يعني انا كلاعب كوره يعني يعني ممكن حضرتك، احنا طبعا نفسنا الطموح الاكبر والامل الاكبر طبعا والامنيه الاكبر ان احنا نوصل كاس عالم. يعني ده شيء طبيعي يعني. يعني اي لو سالت اي واحد في مصر هنا تقول له انت توصل كاس عالم ولا توصل بطوله افريقيا، يقول لك لا اوصل كاس عالم. يعني حاجه احنا دي حقيقه يعني. لكن احنا كلاعيبه كوره بنبقى طماعين شويه، احنا عايزين نلعب في كاس افريقيا وعايزين نلعب في كاس العالم. لكن لو هيخيروني انا شخصيا طبعا اختار كاس العالم. يعني لو تلعب هنا ولا تلعب هنا، لا كاس العالم طبعا. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين السنه دي ونوصل الاثنين، يعني لان دي هتكون يعني لو وصلنا كاس العالم كاس افريقيا هيكون احسن استعداد لكاس العالم. مظبوط، انا معاك بنسبه 100%، لكن هو الخيار الاول هو كاس العالم. اكيد طبعا والتركيز. لكن احنا شيء طبيعي، احنا يعني احنا عندنا اربع ماتشات في شهر 6. ماتشات مختلفه في تصفيات كاس عالم وتصفيات كاس امم. ما ينفعش، مش هنقدر نفرق في الماتشات، يعني مش هنقدر نقول الماتش ده احنا هنلعبه بجد عشان ده كاس العالم. لا، هنركز في كل ماتش بماتشه، وان شاء الله ان شاء الله نكون موفقين ان شاء الله، ونحاول نجمع بين الاثنين ونحاول نفرح الشعب المصري في فتره الخناقه. يا رب. يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل ده. مش عارف، عندي احساس كده ان انت بتشجع ريال مدريد، ما اعرفش، ماني ما سالتكش قبل كده، بس عندي احساس بكده. دي حقيقة. مش بقول لك عندي احساس، يعني ستايل بتاعك كده بتشجع ريال مدريد. دي حقيقة. يعني ده مش تقليل برشلونة خالص، بس يعني انا صراحة زهقت من طريقة لعبهم، مش زهقت يعني، من كتر ما هم بيعملوا حاجات مش مفهومة في الكورة. فنفسي فبشجع فرقة انا يعني او لعيبة يعني بيلعبوا كورة زينا، يعني مش زينا طبعا مع الفارق الكبير طبعا يعني، لكن يعني بيعملوا حاجات احنا ممكن في يوم من الايام نعملها. لعيبة برشلونة بيعملوا حاجات ما بتتعملش خالص. ليه؟ بس انا عايز اقول لك حاجة، يعني يعني الكلام ده انا لاحظته قبل التوقف وقبل مباراة المصري، اداء النادي الاهلي وكان هناك في رائحة برشلونة. انا مش هقول طبعا عشان ما بالغش، مش زي برشلونة، لكن انتوا كنتوا بتأدوا الاداء ده، اللمسة الواحدة، الضغط، انك تباس كتير جدا لغاية ما تلاقي ثغرة وتعدي منها. لولا اللي حصل ده، المباراة المشؤومة دي، كان زمان الامور فرقت معاكم كتير قوي. والله بص يا استاذ محمد، اقول لحضرتك يعني هو دي الطريقه اللي بيحاول يدربنا عليها مستر مارينو طول الوقت، ان احنا نلعب بنفس الاسلوب، نفس الريتم، ان احنا مش عارفين نجيب جول ما نخسرش، ولما نخسر الكوره يعني نجيبها بسرعه، ما نخسرش كوره، لما نخسر كوره نجيبها بسرعه. هم بيعملوا نفس القصه دي، وهم متمكنين في القصه دي طبعا. بالظبط. مع الفارق طبعا في الامكانيات واسامي اللعيبه والدوريات والاحتكاك، احنا كنا بنحاول نطبق ده. ويمكن فتره من الفترات، احنا يمكن من 2004 لحوالي 2007 احنا كان اسلوب لعبنا بالطريقه دي وبالشكل ده. يمكن في الفتره دي قدرنا نحقق كل البطولات. انت وبركات وابو تريكا وفلافيو كنتوا بتعملوا قصه كده على ال 18، ما حدش عارف يوقفكم خالص، برغم ان كل الانديه عارفه الطريقه اللي بتعملوها. طبعا لمده 5 سنين او 4 سنين ما حدش قدر يوقفكم خالص، حتى في كاس العالم الانديه 2006 عملتوها اكتر من مره وجبتوا بيها جوال. دي حقيقه. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، ان احنا كنا يعني مستمعوا على طول، يعني على طول يمكن امثلته كلها بيديها لنا بالشكل ده، وبيدربنا يمكن اغلب تدريباتنا اللي هي بتبقى استحواذ على الكوره وضغط على الخصم، يعني اغلب الحاجات اللي احنا بنعملها كلها بتتطابق مع لعب برشلونه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا في يوم من الايام نوصل او نقرب من فكرهم، او نوصل نفس الفكر بتاعهم، او نوصل لطريقه اللعب. طب انت تتوقع المباراه النهارده كام يا عمده؟ ريال مدريد يكسب؟ هو انا بتمنى ان هو يكسب، يعني اتمنى ان هو يكسب، لان انا صراحه نفسي ياخد الدوري صراحه، اتمنى انه يكسب يعني. لكن هم انا شايف ان هم الفتره اللي فاتت دي ماشيين بشكل كويس في الدوري، والمباراه دي هتديهم دفعه كبيره جدا، يعني لو كسبوا النهارده هتديهم خلص الدوري. خلص الدوري كده. خلص الدوري، لا بتكلم كم دفعه في بطوله اوروبا. طبعا دي هتفرق معاهم بشكل كبير جدا، يعني المباراه اللي جايه كمان هتبقى على ملعبهم، هم خسرانين 2-1 فيقدروا يصعدوا. يعني بس هي كره للمتعه صراحه، يعني او مباراه للمتعه النهارده الناس تقعد تتفرج عليها. بالظبط، ان شاء الله مباراه تبقى كبيره جدا، لكن ما تزعلش مني يا عمده بقى، ان شاء الله انا متوقع برشلونه اللي يكسب ان شاء الله. والله الكوره فيها مكسب وخساره اكيد، يعني لان كمان يعني اغلب في لعيبه كتير جدا في الفرقه، ومستر مانو كمان بيشجع برشلونه. طبعا اكيد مستر مانو بيشجع برشلونه. وفي حاجه ثانيه عشان عايز اقولها، بس انا اعتذر طبعا لمستر مانو النهارده والجهاز الفني، ان انا ما رحتش التمرين، لكن بجد عشان كنت تعبان النهارده ما كنتش قادر اروح، فانا بعتذر لهم، لان يعني دي حاجه المفروض ان هي ما تحصلش، لكن عشان كنت تعبان كان خارج عن الرابطه النهارده. طب اسالك سؤال اخير قبل ما اقفل معاك، كثره الحديث في الايام الاخيره عن ان مستر مانويل عايز يمشي، مستر مانويل بيفكر انه يمشي ومش عارف ايه، هل الكلام ده
ممكن يأثر عليكم كلاعيبه، ليه تأثير عليكم كلاعيبه، ولا انتوا برضو المواضيع دي؟ لان دايما يقول لك ايه، ما تخليش اللعيب يحس بالحاجات دي، عشان اللعيب لما يعرف المدرب ماشي بيفك. انا بكلمك بلغه الكوره يعني، يقول لك اللعيبه بتفك خلاص يعني. لا لا، احنا مصرين يمكن بشكل كبير بعيدنا عن القصه دي تماما، وهو يعني هو فهمنا ان هو الاول يعني القرار ده بتاعه، هو قراره هو الشخصي، هو لو بيفكر يمشي هيقول لنا، مش هيخبي علينا وهيعرفنا وهنبقى عارفين. لكن احنا كلعيبه احنا بنحترمه وبنحبه جدا جدا، ويمكن نتمنى ان هو يفضل موجود معانا ويكمل معانا ان شاء الله. هيقعد ان شاء الله، لان دي حاجه في مصلحتنا وفي مصلحه الكره المصريه. يعني احنا انا كواحد كلعيب يعني صراحه مستر مانويل يعني فادني كتير 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 جدا في حياتي، ووجوده معانا مع النادي الاهلي واللعيبه كلها بتستفاد منه. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون موجود ومستمر، لكن في الاول والاخر ده قراره، واللي هو شايفه انسب ليه هو اللي هياخده هيعمله. لكن اكيد هيقول لكم يعني، على الاقل بينكم وبينه هيقول لكم. ده اكيد، ده اكيد يعني. احنا عامه الراجل مش محسسنا بحاجه خالص، وانا مخلينا مفكرين في القصه دي. احنا مركزين في المباراه اللي جايه مع فريق مالي، واتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق فيها نتيجه ان شاء الله. يا عمدو اشكرك كابتن عماد متعب، شكرا جزيلا ليك، والحمد لله على السلامه من العودة.